وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من موسكو عبر الهاتف الأستاذ أيمن العيساوي رئيس الجالية المصرية في روسيا. أستاذ أيمن، بعد التحية، كيف سارت العملية الانتخابية لديكم في اليوم الثاني من تصويت المصريين في الخارج؟ أهلا بكم بالتلفزيون المصري. طبعا النهاردة كان يوم كويس جدا، طبعا لأنه كان يوم أجازة هنا في روسيا، فكان أحسن من امبارح. وكان طبعا المصريين في بهجة وفي فرح انهم جايين يبلوا باصواتهم، وده من حبهم لبلدهم وحبهم للاستقرار، ودي رسالة للعالم كله بيوروا ايه هي مصر وايه هي حب الوطن وحب البلد. طيب، اهم يعني ملامح العمليه الانتخابيه، هل من صعوبات واجهتمونها؟ يعني هناك تنسيق كامل بين وزاره الخارجيه وكافه السفارات في الخارج لتسهيل العمليه الانتخابيه، وانت ذكرت استاذ ايمن ان اليوم هو عطله رسميه في موسكو، وبالتالي كانت نسبه الاقبال اكبر من الامس. لا طبعا، في تنسيق، والسفارة أهم حاجة، السفارة المصرية كانت موفرة سبل الراحة للمواطنين، وكانت استقبال على أعلى مستوى، وبقى حضرتك الوافدين كلهم جايين بيتهم وجايين سفارتهم وجايين للأم لمصر، فكانت حاجة جميلة جدا أنهم حاسين بأنه عرس انتخابي يوم عيد. وحسن الاستقبال طبعا من السفارة كان ليه عامل كبير جدا، رغم برودة الجو والتلج جامد جدا، لكن الحمد لله الناس كانت سعيدة بهذا اليوم. نعم أستاذ أيمن، هناك يعني شيء يخص المصريين في إقبالهم على العملية الانتخابية، هناك حرص من العائلات على اصطحاب أبنائهم كنوع من أنواع التشجيع على قيمة الصوت وأمانته في أي عملية انتخابية. هل نفس الأمر ينطبق على الانتخابات لديكم في موسكو، بما أنك أظهرت لنا فكرة الأجواء الاحتفائية التي ظهر عليها المصريون أثناء عملية التصويت؟ طبعا الأطفال كانت جاية بالأعلام المصرية، ودي كانت حاجة جميلة جدا، جايين والأطفال الكلمة اللي هي بيقولوها ويرددوها تحيا مصر، وهو رفع العلم المصري. دي حاجة كانت أسعد حاجة الواحد شافها النهاردة من الأطفال، وهم شايلين الأعلام المصرية وكلمة تحيا مصر. طيب، أبرز تعليقات الجالية المصرية يعني كما تبعتها منذ بدء العملية الانتخابية بالأمس. والله أنا أقول لحضرتك حاجة، أنا سألت سؤال، طيب يعني أنتوا بتتمنوا إيه؟ قالوا نتمنى إن إحنا بنشوف طبعًا مصر أحسن بلد في العالم، وإحنا شايفين التطور وشايفين الجمهورية الجديدة، شايفين حياة كريمة، شايفين الوطن بيتطور إزاي، وخصوصًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فدي كانت فرح، وده دل وعي الشباب المصري، وعي الناس اللي هي بتحب وطنها، ودي رسالة للعالم كله ان يشوف ايه هي مصر، عشان حب الناس ده حاجة يعني سبحان الله. مصر يا جماعة ام الدنيا، لو تشوفي فرحة الناس حضرتك النهاردة والبهجة، يعني حاجة جميلة جدا، وانا بقول دي رسالة للعالم كله. الفئات الاكثر اقبالا هل هي من الشباب استاذ ايمن؟ كانوا من الشباب، ودي حاجة فرحتنا جدا، وعي الشباب، لأن الشباب هو المستقبل حضرتك، هو المستقبل، الوعي والثقافة، ودي أهم حاجة إن احنا بنطالب بيها، وعي الشباب وحبهم لوطنهم، وأثبت النهاردة هذا المنطلق حبهم لوطنهم حاجة جميلة جدا. طيب اليوم بما أنه عطلة رسمية، هل هو يشهد نسبة الإقبال الأكبر في موسكو، أم تتوقع أنه الأمر يستمر على نفس هذه النسبة من الأقبال في الغد أيضا بما أنه اليوم الأخير؟ لا طبعا نتمنى بكرة يكون أحسن كمان من النهاردة، رغم صعوبة في الجو جدا جدا، لكن إن شاء الله المصريين والجالية من حبهم لوطنهم بإذن الله هيتواجدوا ويتوافدوا بإذن الله للسفارة غدا. قبيل الانتخابات أستاذ أيمن، هل كانت هناك يعني برامج من قبلكم للتعريف بالمرشحين الرئاسيين والأجواء الانتخابية فيما قبل الانتخابات؟ كيف استعددتم للعملية الانتخابية من الجالية المصرية في روسيا؟
التواصل والجلسات. اولا كل واحد عارف لوحده ان ده حق دستوري لازم يعمله حضرتك، فالتواصل مع الجاليه دي كانت حاجه اهم سمات الجاليه المصريه، وحقك الدستوري لازم ودي اللي انت شايفه مصلحه لبلدك، فدي كانت حاجه جميله جدا ولبوا النداء حقيقي يعني. نعم، أشكرك جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف من موسكو الأستاذ أيمن العيسوي رئيس الجالية المصرية في روسيا، ناقلا لنا كيف صارت العملية الخاصة بإقبال المصريين والجالية المصرية في روسيا للتصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية لتصويت المصريين في الخارج.